الكتاب يعني من يقرأ الكتاب يلمس أن هناك صوت يجلد السلطة في العراق جلدا قاسيا، حتى أنك تسخر من صورة الفرسان التي نظمها المالكي. ماذا بإمكان المالكي أن يفعل أمام مدن قد انفلتت من يديه؟ عزيزي، ووصفتهم بأن نساء مدينة الصدر فواطم وزينب، نعم، وأن الذي يقوم بالقتل ليس نعم، عبيد الله بن زياد وليس يزيد بن معاوية وليس صدام، وإنما ابن طويرج. صحيح. ماذا بإمكان ابن طويرج أن يفعل يعني؟ أنا قبل بالحلقة السابقة ذكرت أن عدم وجود تجربة لحزب الدعوة في الإدارة وفي الحكم يجعل المسؤول به يستعين بتجارب السلطة السابقة، ومن تجاربها أحيانا يأخذ حتى مصطلحاتها اللغوية. صولة الفرسان مقودة من الجحوش، الفرسان اللي سووهم الأكراد، اللي يهاجمون الأكراد من بني قومهم، يهاجموه الأرض نوعي، يجيب كردي يهاجم الأكراد فتعطي صفة جميلة، يحسن سمعته، يسميهم الفرسان. قومي هم وقتلوا أمي يا أخي، فإذا رميت أصابني سهمي. نعم. فالاسم الجميل هو الجحوش. فهذه صولة الجحول مش صولة الفرسان. وهذه صالت عليهم، هل كانت هناك معسكرات؟ هل وجدوا أرض ملغومة؟ هل لهم انفجر بوجه الجحوش اللي أرسلهم المالكي لقتل مدينة الفرسان؟ متى تعتقد الوضع في تلك المحافظات يشبه الوضع في 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 المحافظات نفسها عام 91 عندما ثارت على صدام؟ هي تثور على المالكي. بالتأكيد، أحسن وصف. ولهذا أنا شبه، إذن ما فعله المالكي ليس مدعاة للسخرية كما، لا اسمح لي، لا تشبه حالة محمد الزبيدي. وفي الكتاب مقارنة فعلا، يعني ماذا، كيف المقارنة بين الشخصيتين؟ مقارنة، سنقارن بين الاثنين بعد أن ننتهي محمد حمزة، وانت قلت لي سميهم فواطم وكذا. بالنسبة لمدينة الثورة اللي هي مدينة الصدر، هذه المستودع البشري للتشيع خاصة في بغداد، هذه هي اللي تقدم النذور للسدنة، وهي اللي تلطم، وهي اللي تضرب بالزناجيل، وهي اللي تسير حافية إلى الأضرحة وتلتقط الصور باعتبارهم هذول أتباع لحزب الدعوة أو للمجلس أو لغيره، ويجير الموكب الحسيني لصالح شيء سياسي، حتى غيروا اسم الروزة خون والمنبر سموه محاضرة. المهم، لأن ما عندهم قواعد. فالقاعدة هذه مدينة الثورة التي أعطت، وتجار الطقوس الحسينية هم وسطاء مع السلطة، مع الدولة، هاي الدولة أو السابقة، فشركاء وياهم بهذه الطقوس. فمدينة الثورة ضحية، ومدينة الثورة أعطت الكثير. وكان هناك تصور قبل التغيير صدام أن مدينة الثورة هي القوة التي ستطبق على بغداد، وربما تطبق على المدن السنية كما تطبق الشعلة، فتصير بغداد بين فكي تمساح، الشعلة والثورة. اكتشفوا الجماعة بالحركة الإسلامية، وحتى أنا واحد منهم مؤخرا، أن مدينة الثورة ليست مع حزب الدعوة، وليس للمجلس أيضا، كنا صورها للمجلس صدرية بامتياز، وهذا بها صدرية. وأنا كاتب التحليل الاجتماعي ليش صارت هي صدرية في الكتاب. فأنا أعتقد أن جزء من أو سبب من الأسباب ضربها أنها لأنها صدرية، كانوا يريدوها لمهمة أن تطبق على الأعظمية وتطبق على الأحياء السنية في يوم التغيير. اكتشفوا أن إرادة هاي المدينة، أي يوم التغيير؟ يوم أي تغيير سيحصل ضد السلطة السابقة، 29/10 أي شهر أي سنة. وإذا بهذه المدينة تسمى مدينة مجازنة، حي الفقير، الخزانة الفقيرة، يقودها الشاب من خارج الحركة الإسلامية، من خارج النفوذ الإيراني، من خارج ما يسمى المصطلح الثورة الإسلامية. وأول عمل سواه بعد التغيير أنقاد مظاهرة أنه وحدة إسلامية لا سنية لا شيعية، وراحوا صلوا في جامع الإمام
أبي حنيفة صلاة مشتركة، وإذا الصورة تنقلب وين؟ احنا كنا نريد هذه مدينة الشيعة، شيعة السلطة اللي حيجون، وإذا بها مدينة شيعة العراق. فضربت لأنها مدينة تمثل شيعة العراق، تمثل التشيع العراقي. وكشفت هذه المدينة عن أصالة عجيبة، أنها من سحبت لحزب الدعوة، مع أنه قدم لحزب الدعوة الجانب الطائفي، وبينما انسحبت لزعيم ما عنده مشروع طائفي، مقتصد ما عنده أي مشروع طائفي، المشروع الطائفي عند حزب الدعوة، ولا عنده فكرة للدولة الشيعية مقتدى الصدر، ولا عنده شغل بولاية الفقيه. فمن أقول فواطم، أي أم هي كانت زينب، أختي زينب، وأي أم هي كانت فاطمة، هكذا الحال، مدينة شيعية خالصة لوجه الله وللتشيع، مخلصة، مؤمنة، فقيرة، جائعة، ضربت محتاجة إلى مياه للشرب، محتاجة إلى حدائق، محتاجة إلى أكسجين. أي حاكم غير المالكي، مدينة مهملة، لم تفعل شيئا، لم تفعل شيئا. ماذا صدر في مدينة الثورة؟ أنت الآن في بغداد، ماذا فعلت مدينة الثورة لبغداد؟ لم تفعل شيئا لمدينة بغداد. أما أنه قوات الصدر، هذا موضوع إذا تتفضل تهدد السلطة، تسألني سؤال، ها؟ تهدد السلطة أبدا، تهدد مركز، أبدا ما هددت السلطة، هددت الأمريكان. من اللحظة اللي اصطدموا مع الأمريكان صاروا هم هدف. أنا أعلن لك عن شيء، أن ضرب مدينة الصدر كان جزء من صفقة إعدام صدام حسين، عندما استدعي المالكي إلى عمان للقاء مع الرئيس بوش، وذهب السيد عبد العزيز بعده إلى واشنطن لهذا اللقاء، ثم تبعهم الأستاذ طارق الهاشمي. أبلغ المالكي بأن عليه أن ينهي موضوع صدام وإعدام صدام حتى نتهيأ لضرب التيار الصدري، لأن التيار الصدري معادي جدا لصدام، ويعتبر إعدام صدام مطلب أساسي من مطالبه. وهذا أنت خلاك تقول وسيدرك المبتدئون في السياسة أن إعدام صدام لن يكون إلا بثمن. اي نعم، والثمن هو ضرب مدينة الصدر. نعم، ولهذا هو نفسه وقع، مو رئيس الجمهورية، المالكي وقعه، مو صلاحيته يوقع على الإعدام، ما عنده أي صفة يوقع على الإعدام إلا في حالة أحكام عسكرية، ويصير هو الحاكم العسكري العام باعتبار رئيس وزراء في الأحكام العرفية فقط، يكون إلى صالحه وما إلا ما إلى صلاحية. المهم، فوقع الحكم الإعدام لكي يتفرغ المرحلة التالية. هذا الكلام ذكرته في يوم إعدام صدام في بيان نشرته الفضائيات، ومنها فضائية المستقلة، قلت هذه المرحلة بعدها راح يتفرغون لضرب التيار الصدري. أفهم الشريك السني أن السن ابتلوا صدام حسين وبتجربته، إعدام صدام حسين وذهاب صدام حسين سيزيل عن السنة كابوس التهمة وتخلصوا من التهمة. وصار وهنا تقدم مجموعة من البعثين القدماء اللي كانوا مع صدام حسين ومفصولين عن صدام سابقا، قدموا بمشروع للإدارة الأمريكية أنه إحنا ممكن نتعاون. ويعتبر ارتكابات الحزب أو إشكالاته أو مشاكله مع الناس هي من فعل صدام حسين، فإذا ذهب صدام حسين ذهبت معه، ويمكن أن نقدم شيء. ولهذا ظهرت من بعض القياديين القدماء كلمات أن المقاومة تتفاوض مع الأمريكان. هاي شنو المقاومة تتفاوض مع الأمريكان؟ وأنت فلان وفلان من لك مقاومة؟ أنت وزراء مفصولين من زمن نور سعيد، من زمن عبد الكريم، وعدني على العهد السابق، مفصولين من زمن صدام حسين من سنوات، ما لكم دخل بهذا الموضوع. فضرب مدينة الصدر هو ضرب القوة الشيعية المناهضة لأمريكا، لأن القرار الأمريكي هو أنك يا شيعة أعطيناكم سلطة، بس أنتم المسؤولين عن معالجة بؤر شيعية ضد أمريكا.